شفت هذا الفيديو؟ اي شفته وكان قاسي جدا سيد بها. انا ما توقعت منه ان ينزل الى هذا المستوى بصراحه. وليش ما قلت على ما هالدوري كانت قاسيه ايضا لما تهدد تقول لي عندي فيديوهات عليك؟ مها متبرعه ما. اي هو ما يتبرع، هو الرجل يتحدث يعني بنفسه. يعني ما مكلفه ان يحصل يعني ما مكلفه من التيار الصدري. وانا دافعت عن الرجل، قلت ليس دفاعا عنه، انا يعني عندي اشكالات كثيره حوله، ولكن انا ما سمعت يتحدث بشكل سيء عن سماحه السيد مقتدى صدر، ولا انا اتحدث، لكن جموع الفاشلين ما يتحملون ان نقول حتى الحقيقه. يعني مثلا ما تقول مثلا سماحه السيد في يوم من الايام طلع في قرار وبعدين ابتلع هذا القرار، انت شلون تقول؟ مو انا جاي انقل الواقع، انا ما عندي مساس مع السيد مقتدى الصدر، بالعكس انا اتمنى ان يكون الى حظوه ووجود، على الاقل انه ليس تابعا، على الاقل ان مقتدى الصدر ليس تابعا. وانا اريد اليوم واحد عنده قرار عراقي وليس تابع، لكن النهايه الجموع الفاشله والغوغاء ما يعرفون يعني يركضون. يعني محمد السيد انت مع التيار الصدري ياخذ رئاسة الوزراء القادمة؟ لا طبعا. ليش؟ انت تقول الان انه انا اريد رجال وطني ومتابع، ليش ما تريدهم ياخذون رئاسة الوزراء لعد؟ شخص السيد مقتدى الصدر انا اقول بانه ليس تابعا. يعني تتحدث انت بس عن شخص السيد مقتدى؟ لا اتحدث عن شخص السيد مقتدى والباقي الصدر. اما التيار الصدري بشهاده السيد مقتدى الصدر لم يعين اي رئيس وزراء الا بموافقه مقتدى الصدر، وعلى شنو بعد ما اخذ رئاسه الوزراء؟ هو جاي يعين،